اخواتاتي، مرحبا بكم في قناه ايلين زوما. ان شاء الله تكونوا بالف خير نتوما والاهل ديالكم. اليوم هنشارك معكم طريقتي في تحضير الحشوه ديال البريوات بالكفته. كاينين مجموعه ديال الطرق وكل واحد تيصاوبها بطريقته. اليوم هنشارك معكم طريقتي البسيطه والمتواضعه في عمل الحشوات. المكونات اللي هنستعمل هنخليهم في تحت من الفيديو وهنذكرهم يعني اثناء التحضير. اولا خديت واحد شويه زيت نباتيه ولا زيت تاع زيت الزيتون ممكن تستعملوها. خديت بصله قطعتها يعني طرف صغار، انا ما تنبغيهاش تبان علاش قطعتها صغيره، المهم كل واحد على حسب الذوق ديالو. وتنخليها حتى تهبط وتنزيد الكفته، تنضيف الكفته. انا الكفته هنايا كانت عندي في المجمد، خليتها غير 5 دقائق وخرجتها، يعني 5 دقائق اللي بعد ما خرجتها كيف تشوفوا تنخزنها بواحد الطريقه يعني مسطحه ورقيقه، ما تنوحلش معها الوقت اللي تنحتاجها، ما تحتاجش ليا الكثير ديال الوقت، 5 دقائق وتطلق ليا راسها. في هذه الأثناء تنوضع الثوم والملح ومن بعد البزار، وتنزيد نخلي الكفتة تقلى هي والبصلة. وتنزيد البصل مجفف ولا بودر. هذا البصل تيدار مع السوسيس ولا تيدار مع البرغا، ممكن ديروا بودر. ونورمالمون دير بودر، ما عنديش هذاك البودر، تنستعمل هذا واللي موجود عندي في البيت. نفس الوقت خديت واحد الكاسرونه، بعد ما سخن ليا الماء ندير فيها الملح وهنزيد عليها الشعريه الصينيه. والكميه ديال الشعريه الصينيه تتبقى كل شخص شحال الكميه اللي هيصوب. على فكره انا درت 250 غرام ديال الكفته، يعني ماشي بزاف، ولكن حيت انا ما نحضرش الكثير، انا في البيت يعني احنا ماشي بزاف الاشخاص، يعني نحضر غير القليل. درت 50 غرام ديال الشعريه الصينيه، ممكن ديروا حتى 200 حتى 100، غير تزيدوا في العطريه باش تبنى، راه كل شخص تيعرف العطريه اللي تيدير، يعني الكميه كل شخص تيديرها على حسب الذوق ديالو. وتنزيد الزيتون الخضر شرائح صغيره، وتنزيد الحامض مصير واحد الربيع، والواحد ويدير باله الواحد مع الملح، حيت المصير تيكون مالح شويه، يعني الملح ما خاص حتى الزيتون مالح، الملح ما نكثروش. وتنزيدوا التحميره او البابريكا مع التحريك، ومن بعد تنزيد الكامون البلدي، وتنزيد القزبر المجفف. تنخلي الشعريه الصينيه واحد 5 دقائق تقريبا في هذاك المسخون، تنقطعها شويه صغيره تنصغرها وتنزيدها على الكل على الكفته. هنا لاحظت بعد الشعريه مازال عندي طويله، عاودت رجعت قطعتها شويه، وتنكمل في التحريك وتنخلي كل شيء تينشف. تتكون الحشوه ديالتي سالات. بعد ما تنخليها تبرد مزيان بعد ما نشفات ليا،
في الأثناء راه مازال تنقوم عملية التحريك ولا بانوا ليا شي شعرات طوال، عاود قطعتهم بالمقص ديال الكوزينة وتنخليها تبرد تماما باش ما تقطعش ليا الورقة. والمهم انا يا الورقة اللي عندي كنت شريتها من عند الباكستانيين الناس اللي في ألمانيا، راه تتباع على شكل مربعات شوية تتمحن، هي ورقة زوينة ماشي ما زويناش ولكن تتمحن حيت ماشي طويلة، يعني شديت المربع قسمته على جوج عطاني جوج هكا طروفة وشاركتهم. وخاصك تتبغي الزيت بزاف، والطريقة يعني راه تعرفها كل واحد غير تشاركها مع المبتدئات. وتنلف حتى تنحصل على واحد البريوة وتنسد بالطحين. المهم هي ما حلتني ديال بصح ولكن قضات لي الغرض، غير هي شدت لي اليد حيت كل مرة كنت نقطع المربع. وطريقة التخزين، اما تتشديه ديرهم في بلاطو الا كانت عندك يعني المجمد شوية فيه اتساع، تديرهم في بلاطو تتخليهم يجبدوا ومن بعد تخرجهم ديرهم في بلاستيكات. ولا انا درت بحالك بلاستيكات غدا ديال الثلاجة، كان حطيتهم بسطحين بلا ما درتش وحده فوق وحده. وطريقه الطهي، اما في الزيت ديريكت في الزيت ولا في الفرن، تدهنيهم بشويه البيض وتدخليهم غير واحد القضيه، الا دخلت خرجتهم من الثلاجه ديريكت يتقلاو ولا ديريكت يدخلوا الفران. وتيكون الفيديو ديالي كل الفيديو ديالي سهله ان شاء الله. تجربوا هذه الخشوه وتركوا لي وتنطلب لكم موعد فيديو جديد، فكرة جديدة إن شاء الله، ومع السلامة.